بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بدأ إذا قال سودو هذا إن شاء الله تعالى كسودو هذا برنامج عصب يمقال عصب هدو الله يرهدو سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي بشرنا بالجنة واجعلنا من رفيق نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب ونون حريصو نقدك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ربي عافمات سي انت حنون سن انا داوانا يسانا دقي سنة يسا الله عافمات تاما سي الله كو مرقي سن مرقادة كقاد الله كو مرتوضة عكرانتهي الله أفض إذي الله كو فقرق هاي الله سي ازداق ذا ذا يرزق ذا وحكسي رب انت حنون سن عافمات سي انت عرور هاي ستا الله سي وزيادي الله انت هاي سنين عرور سي ربي سبحانه وتعالى انت الله بادي يسان بادي ذا كهدي وحنون كاقسي ربيو يا الله الله نوت نوت وبل أقبل الله ودد هذا توصن وقهدي رب ونقرني كوجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أيا الله أيا سبحانه وتعالى كبر ينا إنو قلبي يدينا صافي كبقو ووكتر ترو استوستوس كأي الرياق عمل كيننا خالص لله عز وجل الله إنو قدقو قوة الله كرة لقلنا يا الله نقدقو قوة مركاسي الدوية دي يددك كلا كرة لقلنا يا الله نو قمدقو عمل كيننا كوصوبا او توصنا الله نقدقو ولا ليال وادما سنتينا صحابتي ذا قيمها بضان موضوع إن ما انتا انتان قدقلين مركا كواد موقالك النون لاي قري آد بادما سنتاي سيدا آد مركاسين مروال بان نوغو فلانتير قري سيد او نوغو لاي قري سيد اوتكم ها سنتاي مركا لبادنا كسالي النبي قاقا صلى الله عليه وسلم اجر وين ايدكو هليسا موقالك ان عاو آد بوغد وين هاي اصحابي وحن ربا ان رياكا ما هلين عاو برنامش كال او قيمة كالينا أفرتان شيء أما وحيابها تلابوين كان سوء سعودها دي آد سميسيد إن شاء الله تعالى وحي كده جيسا شخصي والبا إنو أذيك كوحيسو أذيك كافكرو وقتي قردن أذيك كافكرايا أفرتان شيء لكن أيا كده جيسا أفرتان شيء داد سميسيد داد قردن أذيك كوحيسايا أذيك أي كافكرايا أذيك أي نمر والبا نيدكو قحينايا الله أكبر وارين عجيبة وتكنيك واي هذا سميسيد تكنيكا أما فرسمدان وحيكون سورة قلين إيسا إن أي دادك مروال بكا فكران إن أي دادك مروال بكو هذا الهيان إن قفك مروال بكو أذيك وربا إنو قلق كلمو وارين عجيبة نبهانتي سمي هدي أدريمي سيد علا هدي أدريمي سيد إن دادك أي سن مركاسي كوحي سينين سيد دادك أي كوحي سيان أفرتان شي سمي واري ما سكفني لكن آد عجيبوا مدكو واد وحاد استعماشا عطر قارة يعني عطرك ولا استعماله لكن ما لو البعطرك لأنه نوعها استعمالين عطر قار عرفتي سجونته هاي وأذيق القوية قانمر والبمرسو يعني عطرك محو إيجا ساعدة يا قف والبو عطرك قال لسا حب نغذي عرفته وحكمته وحيابها ضدك كوجس حسوسنيا قف والبو عرفت تركا كسو قويسة عطرك أتصور مرستي ما هن معناه ذينه قالي هاي ما هن إنه رخيص هاي لكن وحال ربا بس إنه عرف جونية oo gaar ah u leeyahay adigana markaasii ku sifowdid oo mar walba aad marsatid kadib qof walba carabtaada la qabsaday uu ku xeesi doona ama xitaa marka suuqo ku arko ama uu qof kale ku arko ama uu qof ma u marsan yahay arko isla markii adiga ay ku soo xasuusan doona adiga ayuu ku xeesi doona adiga ayuu ku tabaya adiga ayuu qalbiga kugu qaban doona maxaa yeelay atarkaaga ayaa saameen ku yeeshay qalbigiisa wuu dhaxdagay atarku waa caraf عرفتن وفرحد فرحدنا قلبي جيدكتا رسولك صلى الله عليه وسلم ايا شيغي صاحبك وناغسن يا صاحبك حن وحي كليهن مد عطر قدا يا مد نافخ الكيرة او بهشان براه لغوتما بوفيا كان عطر قدا مد عرف بو ادك فايريسا مرو كسينيا مد وادك قدا نيسا من جركي ساد عرف سنيسا مدك كلا نافخ الكيركا مد وقوريا من برتي نركو كاقبيا من وحبك ما فايريسي دويا مركا عرفت ومهيم عرف قونئة ما هن قيمة إنه سريع أما هو سيء لكن وين عرف جار أي لذا هاي أذيك أنا الدكتور نوع عاصي عمر ستين تذكر لنا عرفت هذا ويوحي سيدونا أذيك من كصحة سنين مدل بعد واحد نقطع قف غامضة قف يعني غامض وحن كودا قف مركي دتك ولا كل ما أو إسكاجش يكينين حق عن لجوه دين يعني سؤال عن لجوه دينين حكاش يكينين نقو قف قرصون قف غامضة تذكر لنا ويوحي سيان إن أذيك ولا كل ما
uga sheeg sheekadaadi noloshaada hal xabba bis. Hashaas xataa ma ahan muhiim adigkuu ma ahan, inaad qaraysid muhiimkuu ma ahan, laakiin noloshaada ka sheekaynin. Wax walbo aad taqaanin ha sheekaynin, fadfaad ha noqonin qof markuu dadka la kulmo oo xogtoonan iska sheega, bilaash ku sheega, free ku sheega, oo iska daldalma. Cid kuu xiisaysa ma leh, laakiin waxaa lagu xiisaya markaad tahay qof qarsoon, qof markaasi af gaaban, qof aan iska hadlin ilaa qiimo ku hadla, qof aan iska hadlin ilaa macno ku hadla, qof aan iska hadlin ilaa iyo ujeeddo ka hadla, qof aan iska hadlin ilaa duruuf ku kallifta. Yacni qofkan waad u xiisaysaa, dadko dhan way kuu xiisayaan haddii aad samaysid talaabadaasi, qaadid oo noqotid dadka markaa la sheekaysanaysid ha iska daldalmin, fadfaad ha noqonin. Dadka intaad u bilowdid ka imow, tusaale ahaan magaalaa ka timid ama safar baa ka timid, dadka uga sheekaynin safarkaaga from start to end ha uga sheekaynin, isla markaasaa lagaa dhammaysanaya cid dib dambe xiise kuu qabaysa ma leh. Laakiin wax yar uga sheeg, dadku way kuu xiisayaan, habeenkii way kusoo raadinayaan, xilli walba kusoo raadinayaan. Sheeko kasta yacni ha noqonin qof iska daldalma, xogtiisa iska bixiya, noqo qof qarsoon oo qaamida oo aan wax badan laga wax badan hadlin, wax badan daldalmin, hadalka yaray. Midda saddexaad, haddaad samaysid middan, dadku way ku xiisaynayaan, wayna ku jeclaanayaan, wayna ku tabayaan, ha noqonin qof dadka negatifka ka fiiriya. Yacni qofku waa la fadhidaa, xumaantiisa laha fiirinin, qofka wanaagiisa fiiri. Su'aala lagu weydiiyey, dhanka xumaanta uga jawaabin, dhanka positifka oo wanaagga uga jawaab. Qofka waad aragtay, waad la sheekaysatay, farxaddiisa sheeg, murugadiisa ha sheegin. Labiskiisa dhanka qurxoon sheeg, ee dhanka jiita oo xumaan ha sheegin. Waa israacdeen ama qofka dheh soo bax, waan israacaynaa, qofka meelaha quruxda badan ku sawir, sawirada xunxunka ka sawirin, niyaddaa ka dilin. Qofka mar walba farxaddiisa ka shaqay, mar walba uu ku xiisayaa. Qofka salbi ha noqonin, negatif ha noqonin, qof macnaha dhanka xun wax ka eega oo mutashaa'im ha noqonin, noqo qof mutafaa'ila oo khayr fisha, khayr faaliya, ee ha noqonin qof shar faaliya. Yacni dadka way ku nacayaan, laakiin dadka ma rabta inay ku xiisaan, waxaad samaynaysaa khayrka un dhankaasi ka mar, ee qof negatif ha noqonin. Tan ugu dambaysa, calaamada afraad ama astaantan afraad haddaad samaysid oo dadka kuu xiisayaan, waxaad samaynaysaa noqo qof isku filan, isku kalsoon. Ha isku arkin adiga nafsiyan inaad liidato. Qofku markuu ku arko inaad isku kalsoon tahay, qofku markuu ku arko in aad tahay qof idaaraddiisa iyo maamulkiisa iyo sida uu isaga aaminsan yahay uu ila kalsoon tahay, qof isku kalsoon markaa tahay oo nafsadiisa ku kalsoon, dadkoo dhan way kuu xiisayaan, sheekadaaday jeclaanayaan, maamulkaaday jeclaanayaan, su'aalay ku weydiinayaan, waa ku soo tabayaan, qaali ayaad noqonaysaa. Waa goortee? Waa marka aad adiga isku kalsoonaato. Kun waathiqan binafsig, nafsadaada ku kalsoonow. Haddaad mudiir tahay ama maamulo tahay, haddaad waalid tahay, haddaad qof tahay, ogsoonow inay mas-uuliyad ku saaran tahay adigana aad mas-uuliyaddaasi qaadi kartid. Adiga isu qir oo aaminsanow marka koowaad inaad mas-uuliyad adiga aad qaadi kartid, oo aadan cidna u baahnayn, cidna uga danfaraysanayn. Nafsadaada adiga ka dhaadhici inaad isku kalsoon tahay, muuji inaad kalsooni isku qabto. Inaad kalsooni isku qabto karti leedahay, dadkoo dhan way kuu xiisayaan, way ku tabayaan, way kaa fikirayaan waqtigoo dhan. Guul baan idiin rajaynayaa saaxiibadayda qaaliga ah. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday kulli hal qodob, haddaad ka faa'iiday muuqaalka noo laygaray, hadda afartaba ka faa'iideyna afar qof noo gaarsiiyey. Habeen wanaagsan, assalaamu calaykum.